وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية في نشرة السادسة. وشروق عماد، أهلا بك. أهلا بك سحر، أهلا ليلى، أهلا بحضراتكم ونشرة اقتصادية جديدة لنشرة السادسة. انتظمت حركة الملاحة في قناة السويس، حيث شهدت عبور 74 سفينة من اتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن. وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد صرح بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع هايتونغ 23، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر. ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي، مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفنية اللازم للتعامل باحترافية مع حالة الطوارئ المحتملة. عقدت بمحافظة دمياط ندوة لمناقشة مقترحات كيفية التقدم بمشروعات خضراء ذكية، واستعرض منسق ورئيس المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هشام بدر التقدم بمقترحات مشروعات خضراء ذكية لمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة مثل تدوير المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات في ظل عدم اليقين في تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها، وهو ما فاق تأثير احتمال إقدام تحالف أوبك بلس على المزيد من تخفيضات الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 72.7% إلى 76.22 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.1% إلى 72.10 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.94% لتصل إلى 2.33 دولار للتر، وانخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75% لتسجل 2.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني أن اقتصاد البلاد انكبش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وبذلك يدخل في حالة من الركود. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3% عند تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022. انتهت جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم في نشرة السادسة، وعودة من جديد إليكما سحر وليلى. شكرا لك شروق.